لمتابعة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض دكتور هشام الغنام كبير الباحثين في مركز الخليج للأبحاث. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا بالتاسعة. يعني 4 عقود انقضت منذ تأسيس المجلس وتحقق خلالها الكثير، وغدا الأنظار كلها تتجه إلى العلا لمتابعة وقائع القمة 41 يوم غد بين كورونا وتعافي اقتصادات دول منطقتنا. كيف تصف لنا مشهد الترقب هذا؟ لا شك أن هذه القمة يعني تأتي بوقت حاسم ومتغيرات وتحديات عالمية غير مسبوقة لكافة دول الخليج بلا استثناء، ولكن أنا على يقين أنها لن تتحاشى يعني هذه القمة النقاط والملفات الساخنة، وستلبي جزءا كبيرا من تطلعات الشعوب أو الشعب الخليجي حتى يتعافى من مجلس التعاون ويعود قويا كما يجدر به أن يكون. يعني أقول أن دلالة الزمان والحقيقة وهيبة المكان تجعل هذه القمة من أنسب الفرص وأكثرها الحقيقة ملائمة للمفاهمة والمصارحة بين دول الخليج لحل أي خلاف، وأنا أشدد هنا حقيقة على أن على كلمة الخلاف وليس الصراع بين هذه الدول، وخلافات وليس صراعات، وهذه الخلافات والتباينات موجودة لا يجب إنكارها، لكن بنهاية المطاف يعني ما يجمع هذه الدول هو أكثر مما يفرقها بلا أدنى شبهة، خاصة بظل هذه الأزمات التي تجتاح العالم. يعني هناك مصالح استراتيجية رئيسية لا ينبغي أن تختلف عليها دول الخليج تجاه التحديات الاقتصادية هذه التي يواجهها جميعا، وتجاه أيضا أمن الشرق الأوسط عموما وشبه الجزيرة العربية خصوصا. نعم دكتور، يعني بصلب ما تقول فيما يتعلق من القضايا أيضا البالغة التي تطرح نفسها أيضا خلال هذه الدورة، كما ذكرت أمن دول الخليج وضمان حريات الملاحة، كيف نتوقع يتم التطرق لهذه القضية أو هذا الملف؟ ماذا سيتمخض عنه خصوصا أنه التحديات قائمة؟ يعني حتى لا نغطي المشاكل أو نضع رؤوسنا بالرمال، أقول لن تستقر هذه المنطقة إلا بتفاهم عن معنى هذا الأمن الذي تطرقت إليه والاستقرار، ومن المؤكد يعني أن الاستقرار في الخليج والإقليم هو أهم الأهداف العليا التي ينبغي تتفق عليها هذه الدول، وهذا الأمن يعني له يعني كما يقال إنيبلرز يعني ممكنات أساسية لن يتم بدونها، فهو أولا لا بد أن يقوم على مجلس تعاون خليجي موحد ومتفاهم على الأقل بالحدود الاستراتيجية الدنيا، وهذا الاستقرار أيضا مرتبط يعني باستقرار وازدهار أهم الدول الإقليمية المرتبطة بدول الخليج، يعني هي بظني العراق واليمن، يعني أمن هذه الدول من أمن الخليج، وبدون الاتفاق على هذه الممكنات يعني سيكون استقرار الخليج كل الخليج الحقيقة دائما مهددا ومهتزا. يعني نؤكد على أهمية التضامن المشترك لمواجهة التحديات القائمة بمعنى آخر دكتور برأيك؟ يعني هو يعني انا اعتقد ان هذه نقطه يعني مهمه، يعني انا حقيقه اعتقد ان هذا الاجتماع بالتحديد يعني يعني حتى خلاف الاجتماعات السابقه في حجم تنسيق كبير وتفاهم مبشر هكذا يبدو حتى الان، يعني هذا التفاهم واضح ان خلفه الوساطه الكويتيه النشطه وقياده المملكه واشرافها وتنسيقها ودفعها بالايجابي نحو جهود هذه الوساطه الكويتيه. يعني أنا أعتقد بوقتي قليل ألخص أهم الملفات من وجهة نظري أمام هذه الدول، يعني عدة تحديات وهي حقيقة تهديدات يعني حقيقية ومصيرية تواجه مجلس التعاون ككل. أرى أن هذه القمة ستتصدى لها وتناقشها، يعني أهمها بالطبع وأكثرها إلحاحا هو إعادة ترتيب العلاقة الحقيقية بين دول الخليج ما يضمن أمن هذه الدول مجتمعة، وثانيها هو الخطر الحقيقة والتهديد المستمر الذي تشكله إيران على أمن هذه الدول وعلى منطقتنا بشكل عام. يعني هذا التهديد الحقيقة متزايد ومتعاظم مع مرور الزمن لا العكس، يعني وثالثها هو تدخلات تركيا الحقيقة في الجزيرة العربية يعني ومحاولتها لإحاطة بدول الخليج سواء بتدخلاتها الصلبة أو حتى الناعمة التي يعني تتخذ أشكال الحقيقة مراوغة ومختلفة. يعني ورابعها لا بد من اتفاق الحقيقة يعني متصوري حول نهج جديد يعني نحو الأمن الإقليمي يعني وإدارة الصراعات في هذه المنطقة وكيفية حلها، يعني نهج تتفق عليها الدول ولا تعاكسه مستقبلا، وهذا مهم. واخر هذه الملفات ان سمحتي لي هو استراتيجيه خليجيه موحده للتعامل ايضا مع الاداره والرئيس الامريكي القادم، يعني هذه الاستراتيجيه ستعظم منافع الكل مقابل يعني بتصوري فرقه لن تستفيد منها هذه الدول امام موجه قد تكون يعني بكل صراحه مغايره لما عهدناه عن السياسه الامريكيه تجاه منطقتنا بالعموم. وان سمحتي لي يعني بس ختاما يعني تفضل. ليس مستغربا الحقيقه ان تكون المملكه هي رافعه الخلاف بين المختلفين، وان تكون الرياض ايضا رمانه الميزان لهذا الكيان الخليجي والتي ما كانت دائما تذهب الى اقصى مدى حتى لو كان هذا، وانا اشدد على ذلك، على حساب مصالحها الانيه. الهدف هو تحقيق المصلحه الاكبر بنهايه المطاف والاوسع ايضا للكل.
المصير واحد يعني على أي حال، وما ينفع ويضر الخليج عموما قطعا سينعكس بالضرر على هذه الدول فرادى شاءت أم أبت. ولطالما يعني كان الدور الريادي للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهذا الخصوص، نحن نشكر لك هذه المشاركة عبر الهاتف. كن ضيفنا من الرياض الدكتور هشام الغنام، كبير الباحثين في مركز الخليج للأبحاث.